حرب ضد الإرهاب الأسود تقام هناك على أرض سيناء الحبيبة، راح ضحيتها خيرة شباب الوطن. زي النهاردة وتحديدا يوم 26 أبريل عام 2020، صحينا كلنا مفزوعين على خبر نزل علينا كصاعقة، ألا وهو خبر استشهاد مقدم محمد عبد البصير أحمد حماد ابن مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. احنا النهاردة يسعدنا ان احنا نكون في ضيافة أسرة الشهيد. محتاجين حضرتك تكلمنا عن الشهيد محمد عبد البصير. الله يك الشهيد طول عمره كان مؤدب من صغره، كان مؤدب ومش بتاع مشاكل نهائي في حاله، وكان يعني أمنيته ان هو يدخل كلية جوية ويطلع طيار، وربنا حقق له امله، وكان ماشي في دراسته كويس وملتزم. عمره ما زعل، ما كانش شقي وهو صغير. لا، هو طفل بيبي كان شقي. لما بدأ يكبر بدأ يهدى شوية، بدأ لما بقى في الإعدادي اتغير، كان بيسمع الكلام، عمره ما قال لي حاجة على أي حاجة، لا تمام، يعني غير أي حد في أخواته. وراح الكلية وتخرج منها واشتغل في القوات الجوية، ومعظم الناس من أدب وأخلاقه. أنا كنت لسه عايز أقول لك إن الناس هنا ما كانتش تعرف إن هو ظابط. ما تعرفش إن هو أصلاً ظابط. يعني كل الناس فوجئت إن هو ظابط، لأن هو كان بعد استشهاده، لأن هو كان يعني حسن الخلق. الخلق مع كل الناس. مع كل الناس. فالناس بعد استشهاده فوجئت إن هو كان طيار في الجيش ظابط. والله يرحمه رحمة الله عليه. كلمنا عن علاقة الشهيد بأسرته وبحضرتك وبوالدته. يعني بالتفصيل، يعني هو بار بينا. بار، ما مش هينول الشهادة إلا إذا كان حد بار فعلا بوالدي، لكن محتاج أعرف كواليس أكتر. بار بينا في كل شيء. في كل شيء. الله يرحمه رحمة الله. رحمة الله عليه. بار بينا في كل شيء. علاقته مع قرايبه كانت إزاي يا حاج؟ غاية في الأدب والاحترام، وكل الناس كانت بتشكر فيه صغير وكبير، كل اللي كان بيتعامل معاه كان بيشكل في اخلاقه، وكان اخلاق الله يرحمه كان في الموت الله يرحمه. كان في التواضع، كان حنين جدا يعني مع البنات بالذات، يعني كان عنده بناته دول ربنا يبارك فيهم اغلى حاجه في الدنيا. يعني كان يجي بقى اللي هو بيدلع وملوش في ان هو يبقى شديد عليهم، كان حتى لو انا شايفني شديد عليهم كان يقول لي لا اهدي عليهم شويه لا. يعني محمد صراحة ما كانش زيه. كان مثلا احنا نبقى مسافرين على اي طريق، لو في حد مثلا قاعد على جنب كده انا بص الاقي محمد يوقف العربية مرة واحدة، انا ما اعرفش هو بيوقفها ليه، اقول له في ايه يا محمد انت رايح فين، يعني يخضني انا بتخض، يعني بيوقف مرة واحدة. الاقي نازل ما يقوليش برضو رايح يعمل ايه، ابص الاقي المحفظة بتطلع، فانا استغرب اقول له يعني دي واحدة مثلا ما بتشحتش انت بتقول لها يعني تديها لي، يقول لي بس انا عارفهم مكيش دعوه، هي ما يعني ما بتسالش الناس، هي باين عليها انا عارفها وحاسس بيها. كان عنده احساس بالناس. كان عنده احساس بالناس، وكان عارف الناس اللي هي عندها عفة نفس ما بتطلبش. كان بقول لك يقف كده مره واحده انا بستغرب اقول له لا دي مش غلبانه دي شكلها عاديه كده، يقول لي لا مالكيش دعوه انت. اللحظات الاخيره بقى في حياه الشهيد قبل رمضان بيومين بالظبط، يومين قبل ما يسافر كان هو في اجازه، وبعدين اجى بارد التلفزيون اعلان بتاع مسلسل الاختيار، فهي صوره الشهيد احمد بنسي، فوقف وشاور كده وقول يا رب ابقى زيه. قلت له يا ابني انت رحت لسه رحت فين الرئيس؟ قال لي انت عارف حاجه، وسكتنا على كده. يعني شهيد طلب الشهادة قبل حتى ما يسافر. اتمنى الشهادة. تمنيت. فربنا اديها له. انا كنت صايمة مش كنا في رمضان. فقال لي خلاص يا ماما ايه لما مراته تنزل وعياله هنفطر كلنا سوا.
قلت لهم ماشي ولابسين ومجهزين وماشي. وهو ماشي وقف في الصالة. كنا في الأول ما جت الكورونا كنا منعين السلام، فهو قال لي يا ماما تعالي بقى أسلم عليكي سيبكي من الكورونا ومش الكورونا، وسلم ودعيت له ومشي. جاب لي البنات فوانيس وجاب لنا فانوس صغير وكده، البنات كانوا بيلعبوا بيه هيكسروه يقول لي لا خلي، ومسكهم علقهم فوق بعيد عنهم. هو زي ما كنت طبعا كان حاسس ان دي اخر حاجه هيجيبها لهم، وكان يعني محتفظ بيها قوي بطريقه غريبه. هو عارف ان هم دايما بيكسروا واطفال يعني لا، ولحد دلوقتي محتفظه طبعا بالفوانيس دي. وبرده مثلا يوم السفر بتاعه ما كانش يحب البنات، كان يبصهم كده هم نايمين على السرير، يومها هم لوحدهم كده صحيوا وهو مسافر، وقاموا سلموا عليه وكان طبعا الوداع. كان سلامه غريب كده يعني ايه دي في اخر مره كان السلام. اخر مره. بعدين قال لي يا ماما انا مشيت، ولما روح كلمني قال لي الريتال طالبه اعلق لها زينه في بيتهم هنا، فبقول لي عملتها له. قلت له ماشي يا ابني ربنا يسلك طريقك ويصلح لك حيلك. ما كانش عنده المأمورية دي اصلا، فجاه اتصلوا بيه. الكلام ده كنا احنا هنا ورايحين القاهره في بيتنا يعني. فاتصلوا بيه قالوا له انت طالع مأمورية سي، وما كانتش مأموريته اصلا. فكانت قفل معاهم. فقال لي اعمل ايه؟ قلت له مش مشكله يعني دلوقتي انت مثلا بتقدرهم هم هيقدروك، يعني هو ايه بتمشي كده طبيعي في الشغل، حابه تقدرهم حابه يقدروك. فقال لي يعني اتكل على الله. قلت له ماشي اتكل على الله. اي نعم هتبقى صعبه ان احنا نقضي اول رمضان من غيرك وكده في اول يوم تاني يوم زيت في رمضان يعني، بس مش مشكله هتيجي تعوض في الاجازه وكده. كان اخر مكالمه كانت يوم السبت. ايه يا محمد كلت ايه فطرت ايه؟ قال لي هو كان يا ماما ما اجي بقى تعملي لي الحاجات الحلوه بتاعتك. قلت له ماشي يا حبيبي انا مستنيك. بعد الفجر دايما ما اعرفش انام، كان اقعد اعمل كده ما اعرفش اخد نفسي ما اعرفش في ايه، وهو بكلمه في التليفون يقول لي ما اعرفش انا عندي وجع هنا مش مرتاح كده مش عارف في ايه. حتى كان ايامها كورونا منتشره وكنا نهزر ونقول ما يمكن دي كورونا ما يمكن. فهو كان حاسس، وكان حتى لما بيجي يكلمني في التليفون اشتكي له، كانت بنوته دي ما بتاكلش وكده اشتكي له منها. يقول لي كان دايما في الايام العاديه اللي قبل كده يقول لي طب اعملي كذا طب اعملي كذا، اخر مكالمه ما بينا بنتكلم عنها يقول لي طب شوفي اللي انت بتعمليه. اخر مكالمه دي انا محتاج اعرف بقى كانت امتى. اخر مكالمه دي كانت ماسنجر، كانت فجر استشهاده. فجر استشهاده. يعني هو كان كلمني قبلها في التليفون بالليل وقال لي انا هصحى اتسحر واكلمكم كده. تمام. فكلمني فجر استشهاده. انا كنت عماله اتكلم في اتجاه وهو عمال يتكلم في اتجاه تاني خالص. كان عمال يدعي لنا يقول لي ربنا يكرمك بينا ربنا يصلح ذات بيننا. كان عمال يدعي كان عمال اتكلم في اتجاه وبيتكلم في اتجاه تاني. حتى انا مثلا كان ايامها هو في سيوه، كان في سيوه وكان بياخد معاه مثلا اكل سحور وكده، فانا بقول له عملت ايه طلعت مثلا الفول والحاجات دي، يقول لي انا طلعت الفول كله. اقول له طلعت الفول بتاع الايام كلها، وكان لسه هيقعد بقى كمان 3 4 ايام كمان. يقول لي انا طلعت كل واحد فينا طلع يسحر الكل، وهو طلع الكمية اللي معاه كلها صحر بيها الناس كلها. الناس اللي معايا. الناس اللي معاه كلها. مدة المكالمة كانت قد إيه بقى؟ تفاصيل بقى يعني غريبة شوية بس يهمنا نعرفها. هو كان ماسنجر يعني كان مش كتير، كان الكلام مش كتير لكن كان في كلام كتير غريب. مثلا يقول لي مثلا هتوحشيني لحد ما أكلمك تاني. أنا قاعدة مستنية المكالمة. اللي هي يوم الحد يوم استشهاده. فبنتي اتصلت بيا الكبيره قالت لي يا ماما معلش ان كان صوتي مش على ما عليك استكر ولا يهمك. قالت لي يا ماما طه صاحب محمد بيكلم باسم جوز شيمي بيساله عايز يعرف منه حاجات في الشغل يعني.
قلت لها اخوكي مات يا شاهين. قالت لي انت بتقولي كده ازاي؟ قلت لها طالما الشغل اتصل يبقى في حاجه كبيره. اقفلي يا بنتي، راحت قافله. كنت قاعده قدام المصحف وبعدين قريت جزء، قلت اقرا كمان ما اشوف ربنا هيعمل ايه. مش كملت وانا قاعده، لقيت ابراهيم بعيط في الشارع، عرفت ان هو استشهد. ربنا يجعلهم الشهداء. آمين يا رب. امين يا رب. امين. ده قلبي كان حاسس ليها بخمس دقايق، قبلها بخمس دقايق. قلت الاسراء بنتي الوسطانيه، يا إسراء. قالت لي يا ماما. قلت لها يا بنتي افرض وانا قاعدة كده جاني خبر يعني موت أخوكي، استشهاد، خبر استشهاد، ما شفتش حاجة ولا رؤية ولا حاجة. وبعدين قالت لي هتعملي، فبصت لي كده فقالت لي هتعملي يا ماما؟ قلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا. دعيت الدعاء ده، وفعلا لما جاني الخبر هو نفس الدعاء، ما هو الصبر في الوهلة الأولى، هو ربنا نزل عليه الصبر. شايف إن حق الشهيد رجع بعد مرور عام على استشهاده؟ والله زمايله كلهم إجوا هنا وقالوا لنا إحنا خدنا حقه. تمام. تاني يوم قالوا إحنا تاني يوم ما استشهد خدنا حقه. تمام. ده اللي حصل من زمايله اللي إجوا لنا هنا. محافظة الشرقية أطلقت على مدرسة الثانوية ثانوية بنين اسم الشهيد. اسم الشهيد. تولي بقى لللمسة الإنسانية دي، أنا شايف إنها لمسة إنسانية وتخليدا لذكرى الشهيد طول العمر مع الأجيال. والله يعني ده أقل شيء تعمله المحافظة. تمام. فإن لم يعني يمكن يعني كنت بتمنى ان هم يطلقوا اسمه برضو على شارع من شوارع مدينة توقيت. حضرتك تطلب ويجاب طلبك باذن الله على شارع من شوارع الرئيسية في مدينة توقيت. تمام. يعني طلب حضرتك، انا بقى يعني باكد على طلب حضرتك واطلاق اسم الشهيد على شارع من رئيس الجمهورية. تمام. اكيد رئيس الجمهورية هيسمع حضرتك وهيلبي طلبك. اتفضل قول طلبك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو هيلبي طلبك، انا متاكد بنسبة 100% ان هو هيلبي طلبك. اتفضل. اني اجاب الرئيس الجمهوريه ويطلق اسم الشهيد لانه فخر للمدينه كلها، فيعني اسمه على المدرسه فقط ما ينفعش. فبطلب من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يطلق اسمه على اهم شارع في مدينه ابو كبير، يفضل تخليدا لذكراه مدى الحياه. النهارده مر سنه على ذكرى استشهاد المقدم طيار محمد عبد البصير. حابه توجه له رساله؟ هو ما ماتش لسه عايش. هو في رساله بقى حابه توجه له؟ لو هيسمعك دلوقتي وهتوجه له رساله هتقول له ايه؟ هو يعني هو اصلا كان يعني من غير ما انا اوجه له او اتكلم معاه كان بيفهم انا ببقى عايزه اقول ايه. لكن لو في رسالة بقى حابة توجهها له واحنا نسمعها وكلنا نسمعها. بقول له احنا عايشين زي ما انت كنت موجود بالظبط، مفيش حاجة اتغيرت، يعني التعامل مع البنات كل حاجة كما هو كان بيتمنى، مفيش حاجة اتغيرت. موقف أو كلمة مش قادرة تنسيها للشهيد محمد عبد البصير، كلمة أو موقف. هو قال لي قبل استشهاده بكام شهر من غير ما نعرف، وكان بيقول لي لو جرالي حاجه ما تقلقيش انت هتعيشوا بعد ما انا اموت احسن من وانا عايش. بس طبعا دي مش حقيقه. طيب لو في رساله تقدر توجهها دلوقتي للرئيس عبد الفتاح السيسي اكيد مقابلته شخصيا اكيد هيلبي طلبك، انا متاكد شخصيا. ده قبل ما يكون رئيس ده انسان وهيلبي طلبك، انا متاكد بنسبه 100% ان هو هيلبي طلبك. اتمنى مقابلته شخصيا. طيب في رساله حابب توجهها للرئيس؟ مش في رسالة ولا حاجة، هو الراجل مقدم عليه. أنا بضم صوتي لصوتك وبأناشد السيد الرئيس الأب والإنسان عبد الفتاح السيسي إن هو يقابل حضرتك.
وطبعا هو هيلبي الطلب ده انا متاكد. ده شرف عظيم يعني. الله يعينه على على المشاغل اللي بواجهها. والله يعينه. عندي ولد تاني اخوه اتمنى ادخله في القوات المسلحه في كليه الهندسه. هو في سنه ثالثه في كليه الهندسه. اتمنى ادخله في القوات المسلحه باذن الله. يكون لي الاولويه لان هو اخو شهيد ضحى بعمره. اتمنى ادخله في القوات المسلحه لخدمه الوطن. احنا كليتنا فدا الوطن. احنا كليتنا فدا الوطن بزعامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. فنتمنى ان احنا نجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. احنا بنتمنى ان هم يبصوا له يعني يكمل رسالة أخوه. يكمل مسيرة الشهيد محمد. يكملها إن شاء الله. إن شاء الله. ربنا يجعلهم المقبولين يا رب. يا رب. يا رب. ويحسن ختامه زي ما أحسن ختام أخوه. طيب إحنا لو حضرتك هتوجهي رسالة دلوقتي لأهالي الشهداء وزوجاتهم هتقول لهم فيها إيه؟ أكيد أنت أكتر حد هيقدر يوصل لهم. هقول لهم هي مسؤولية كبيرة جدا يعني. هو لو متوفي عادي انت ام واب وكل حاجه، انما انت دلوقتي لا، ده انت عايزه تبيني لاولادك قد ايه هو كان بطل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياء عند ربهم فرحين بما اتاهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ربنا يصبرهم ويصبرني. ربنا يصبرك. بصوا احنا فكرنا ان احنا نجيب حاجه يعني حاجه تليق باسره الشهيد. ما لقيناش اكتر من أحسن من القران الكريم علشان تدعي له. مفيش احسن من القران الكريم. وشد حيلك وربنا يرحمه. جزاكم الله خير. يعني احنا شاكرين افضالك ان سعد صدرك وانك سمحت لنا بهذا اللقاء العظيم. انا مش قادر اشكرك يعني مهما اشكر. جزاكم الله خير. لكن اتمنى ان انت تقرا في المصحف وتدعي للشهيد وهو سامعك. هو سامعك وباذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء ان شاء الله وربنا يلحقنا بيهم جميعا. امين يا رب. امين يا رب. يعني في نهايه اللقاء انا سعيد جدا يعني بلقائي مع حضرتك النهارده. بارك الله فيك. واتمنى ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيستجيب لحضرتك. والله اتمنى ان يستجيب للقائي. هيستجيب والله. هيستجيب ويعني اتشرف. انا عايز اقول لك ان الراجل ده قبل ما يكون رئيس هو انسان. لكن لو في رساله حابب توجهها. عندي الولد الثاني اقدمه للوطن. في النهايه ست الكل احنا بنشكرك على هذا اللقاء وعلى سعه صدرك وانك سمحت لنا باللقاء العظيم ده اللي انا هفضل فخور بيه طول حياتي. ربنا يخليك. انا بشكرك جدا. ربنا يبارك فيك ويصلح حالك. الله يخليك ست الكل. بنوجه رساله لاهل الشهداء وبنقول لهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رساله لكل ام شهيد وكل اب والد او لكل والد شهيد. أبنائكم لم يتوفوا أو لسه ما زالوا أحياء لحد النهاردة يرزقون عايشين وسطنا لأن هم السبب في أن احنا نعيش في الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه. احنا بنشكركم وبنقول لكم أن أولادكم شهداء وهيفضلوا دايما معانا ودايما في ذاكرتنا. شهيد محمد عبد البصير ابن مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية. النهاردة احنا كنا في بيته وبنشكرهم جدا وبنشكر يعني أهله على حسن الاستضافة وبنوجه صوتنا لصوتهم. هم في رسالتين بنوجههم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان والأب. الرسالة الأولى وهي إطلاق اسم الشهيد على إحدى شوارع مركز ومدينة أبو كبير. أما الرسالة الثانية فهي أن يستكمل نجلهم الثاني إبراهيم مسيرة الشهيد محمد عبد البصير. شكرا لكم وشكرا على حسن استماعكم.